بنتواصل أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، ومن أهلنا في الشمال نمشي لولاية نهر النيل شمال تحديدا، زادة. هاي في الشمال زادة ولاية نهر النيل، نعم. ونستمتع يعني بالأجواء ونتعرف على كل التفاصيل الجميلة في ولاية نهر النيل، يعني خاصة في هذه الأيام. خلونا نقول إن هي تفاصيل جميلة بعيدا عن أي سلبيات تانية، لكن برضو إذا في مواضيع ممكن نتطرق لها مع زميلنا مراسل قناة الشروق بولاية نهر النيل عصام الحكيم عبر الهاتف. ألو، مرحبا. مرحبا بكم الزملاء في الاستوديو، ومرحبا بمشاهدي ومتابعي قناة الشروق، والتحايا أيضا لكل الزملاء في الغرف الفنية وفي فريق الإعداد. الشمال كان ولاية واحدة، كان إقليم واحد، نهر النيل والشمالية انفصلت الولايتان، لكن يبقى الوجدان واحد، ويبقى الاسم واحد، ويبقى كل المكونات وكل التراث هنا وهناك يعبر حقيقة عن هذه البيئة وعن هذه المنطقة بإسمها. نهر النيل هذه الأيام يعني يكاد يكون الخريف هو العنوان الأبرز لتفاصيل الحياة في ولاية نهر النيل، ويمكن طغى على كل المتحركات والمتغيرات في هذه الولاية، لأن فصل الخريف بالذات يشكل بجانب أنه مصدر ومصادر التنوع البيئي والإحيائي في الولاية، وأيضا مصدر قلق باعتبار له مخددات بالنسبه له ايضا تداعيات ايجابيه واثار ايجابيه في المناخ، في الطبيعه، في الزراعه، في الثروه الحيوانيه، في المراعي الخصيبه، بكل امتدادات هذه الولايه. نعم. عزيزنا عصام، نعم، نحن بنرحب بك مره ثانيه عبر صباح الشروق، ونحن سعيدين تكون معنا على الهواء مباشره من ولايه نهر النيل وحاضرتها مدينه الدامر، أو في عطبرة الحبيبة إلى القلب ومفجرة الثورة السودانية. نحن يا عصام بعد ما نعرف تطواف سريع حول الأوضاع الأمنية، الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع في ولاية نهر النيل بالتحديد، وبعد أن استلمت السيدة الوالي الأستاذة آمنة مقاليد الحكم في الولاية، الوضع الآن في الولاية شنو؟ قراءاتكم للشارع العام وارتياح كبير للمواطنين والتنمية الموجودة الآن في الولاية. نعم، هي تقريباً ما يمكن يقال عن ولايه نهر النيل يمكن يقال عن ولايات اخرى فيما يتعلق بانتقال السلطه من الحكام المكلفين من القوات المسلحه والحكام العسكريين الى الحكام والولاء المدنيين، لكن قد تختلف التفاصيل من ولايه الى ولايه. نهر النيل لاول مره في تاريخها تاتي على شده الحكم فيها سيده سودانيه وهي الدكتوره امنه المكي، اتت حقيقه وهي تحمل تطلعات كبيره جدا، تحمل امال كبيره جدا بأن تحقق من خلال هذا المنصب الشراكة القوية والمثلى للمرأة السودانية في الحكم على مستوى الحكم الولاية. وبالتأكيد أتت في ظروف بالغة التحقيق كما هو معلوم، هناك تقاطعات كثيرة جدا في هذه الولاية والعديد من الولايات، ما يقال على المستوى المركزي يختلف تماما على مسرح الحداثة في الولاية. هناك بالتأكيد أزمات كبيرة، تحديات كبيرة، صعاب جسام تنتظر الوالي أمن المكي. هي بدأت حقيقة لفترة بسيطة جدا، لكن بالتأكيد هي الآن تقل في ملفات هذه الولاية في أكثر من اتجاه، أصدرت قرارات يعني في وقتها وفي حينها. هذه القرارات استهدفت بشكل عام ضبط إقطاع دولاب العمل الحكومي بحيث يواكب متطلبات المرحلة، وبحيث أيضا يستجيب حقيقة لمطالب الثورة السودانية فيما يتعلق بمستوى الحكم الولايي. هناك ايضا قرارات اخرى يعني هدفت ايضا الى ترتيب الاوضاع فيما يتعلق بمعاش الناس وازمات المواطن الطاحنه، بحيث انه يقل حقيقه الضغط المترتب على هذه الاشياء، الوقود، المحروقات، الغاز، ايضا يواكب هذا نظره عميقه ونظره بعيده جدا لامكانيه استئناف النشاط التنموي، لانه في الفترات الاخيره ايضا تاثر بهذه الازمات، واكثر شيء تاخر من الازمه الاقتصاديه بالذات ولايه نهر النيل هي ولايه الصناعه، ولايه التعدين، ولايه الزراعه، ولايه استثمارات كبيره جدا. صحيح صحيح. الظروف الاقتصاديه انعكست بشكل ما على حراك الاقتصادي والتنموي. الان الشارع العام يامل حقيقه في قرارات على المستوى المركزي تلقي بظلالها الايجابيه على المستوى الولائي، بحيث انه الولايه تستطيع حقيقه ان تلملم اطرافها وتستعيد مكانتها كولايه قاطره للاقتصاد القومي، وايضا كولايه منتجه
في اكثر من مورد اقتصادي حيوي امي. نعم جميل. طيب زميلنا عصام، يعني حدثنا عن الحركه الصباحيه في ولايه نهر النيل، دائما ما بتردد فيها ثاني انه الولايات اكثر هدوءا وراحه من العاصمه يعني. صحيح. وبالاضافه لانه الخريف يعني الان والاوضاع الخريفيه في ولايه نهر النيل، وكلنا نعلم يعني انا عندي مشكله يوم كبيره مع الذباب والبعوض والطين والمياه الراكده وكذا. حدثنا عن الشكل العام الحركه الصباحيه والخريف في ولايه نهر النيل، تفضل. طيب ما يحمد لولايه نهر النيل انها من الولايات التي تتميز يمكن بميزه استثنائيه انفردت بها من كثير من الولايات، وهي ميزه الهدوء والاستقرار الامني. ولايه نهر النيل تكاد تكون ولايه امنه بدرجه كبيره جدا، من النادر جدا ان نشهد في هذه الولايه تفلتات او خروج عن المالوف في واقع الحياه العامه. هناك طمأنينة عامة، هناك إيقاع متزن ومتوازن في هذه الولاية من أقصى جنوب إلى أدنى شمال، وبالتالي يمكن ما يقال عن شندي، عن المثمى، عن الدامر، عن عبطرة، عن بربر، يقال عن أبو حمد والبحيرة، مع اختلاف طبعا الديموغرافيات، مع اختلاف الوضع، الحراك الاقتصادي، الحراك الطبيعي. كما ذكرت يعني في هذه الرجالة محور الخريف هو محور أساسي، لكن الملاحظ أن ولاية نهر النيل على غير سابقات مواسم الخريف الماضيات، يعني هي الآن حقيقة تواجه الخريف في مشهد البحر أو مشهد نهر النيل، فيضان نهر النيل وفيضان نهر عبرة، يعني تقل الأمطار بدرجة كبيرة جدا، أقل يعني نزول الأديان من أقصى شرق الولاية إلى النيل، وبالتالي الآن المهدد الأكبر للحياة على الشريط النيلي بدقيقتي، كذلك على الجزر في قلب نهر النيل وبعض القرى الواقع هنا وهناك المتناثره على طول شريط نهر عبره. لكن حتى الان نستطيع ان نقول ان الاوضاع الى حد ما تحت السيطره، مع بعض التهديدات المباشره على شمال الولايه، لكن جنوب الولايه وسط الولايه الى حد ما الوضع تحت السيطره. نعم كلام جميل. يعني زميلنا عصام، انت عملت لنا تطواف عام حول الاوضاع في ولايه نهر النيل بمختلف محلياتها، مختلف مناطقها، قراها المميزه والمشاريع الموجوده في القرى، بتاعي مشاريع مشروع الزيداء ومشروع العلياب، دي كلها مشاريع ان شاء الله احنا فيما بعد حنتكلم حول الموضوع ده. شاكرين ومقدرين لك عزيزنا عصام من ولايه نهر النيل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. شكرا، وربنا يحفظ اهلنا كلهم في ولايه نهر النيل بسبب الفيضان القريب. برضه خليني برضه اقول ربنا يحفظ اهلنا في جزيره توت، يمكن انا دائما جزيره توت وانا من سكان يعني هي دائما مهددة بسبب الفيضان وغيره. متواصلين اكيد مع كل دره حفها النيل واحتواها البر. نعم صح، الدره وتغشاها في الاسيره تفجر. ممتاز، متواصلين مع كل احبابنا في كل مكان، ولسه في ساعه ثانيه من صباح الشروق بعد الفاصل.